بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عبد الحق الحالين من مواليد 1978 22 سبعة بالبيضاء، أب لأربعة أطفال. الهواية ديالي تاجر، كنبيع وشري في الفواكه. الحالة العائلية ديالي، عندي أربعة الأطفال والزوجة ديالي، وعندي ابن اسمه محمد وابن اسمه فاطمة وابن اسمه إبراهيم وابن اسمه عائشة. أربعة الأطفال. أنا كنعاني من واحد المرض تقريبا سبحان الله العظيم من 2018، ما لقيتش ليه العلاج حاليا، ما لقيتش ليه دابا العلاج. المرض اللي عندي هو مرض، هو خمس سنوات ما نعست، خرجوا لي جميع الأدوية وما قراتش فيها والو سبحان الله العظيم. اللي كذب هذا الخبر هذا ولا شي حاجه جيبات معايا مرحبا به الليله ولا ليلتين ويتاكد. الحمد لله الخمس سنين دوزت راه انا ما كان ابوندونيش للحياه، كنبقى خدام السمر، كتمريض شويه الحمد لله. دوزت واحد الفتره ديال المرض ديال 8 شهور كنت مريض، خرجت من الفراش. المهم ديت خدام، انا باقي خدام واخا كناش، راني كنت خدام، تنزاول المهنه ديالي كسائر مواطنين عاديه الحمد لله. وانا واخا خمس سنين ما نعست، ما كنحسش شي مرض ولا شي حاجه اللي كتاثر ليا في صحتي الحمد لله. الدقات ديال القلب وما دوك الطونسيو وهذاك. نفسيا بخير ولله الحمد، هذا ابتلاء من سيدي ربي تعالى، فرحان لي. معجزه كنسميها انا عندي، هذه معجزه عطاها لي الله تعالى انني خمس سنين من الامانه. الاسباب اللي خلوني من الناس هو ان المرض هذا تقريبا، نقول لك الحقيقه ديالو، هو ان زيتو من عند الوالد ديال الله يرحمه. هذا المرض وراثي، زيتو من عند بحيت الوالد ديالي الله يرحمه، ملي قبل ما يموت كان هو شي 3 سنين ما نعست. كنا كنديروا عليه النوبه حنا خوت، كنعسوا معاه، تنقولوا ليه الحاج، كيقول لك انا راه ما تنعش، كنعطيو الادويه ديال الطبيب وهذه، كنقول ليه راه ما تنعس. ملي كتجي النوبه ديالي انا كنبات معاه حتى هو ما تنعش، كنقول ليه با هادشي راه ما يمكنش تقول لي عامين 3 سنين ما نعستيش. خلاك الله حتى هذا المرض هذا ورثني انا، فهمتيني، وليت انا دابا انا حسيت بهذيك الهضره اللي كان كيقول لنا با راه حقيقيه 100%. انا 5 سنين دابا ما نعستش، والله شاهد على ما اقول. انا تنجي كنخدم، كنبقى خدام حتى 11 12 الليل، كندخل تنبقاش نقرا شويه في الكتب، كنشد شويه الفيسبوك، كنبقى راجع حتى كنسمع صلاه الفجر، كنمشي نادي الصلاه ديالي ديال الفجر في المسجد، كنجي عاوتاني كنبقى مريح، كنتكاف ولا موسيا فهمتيني، متكي وكنحس براسي انا ناعس. حتى كنوصل وقيت الخدمه، كتوصل مع ديك 7 الصباح ولا 8 الصباح، كنوض عاوتاني الخدمه، نبيع وشري على راسي. المعاناه صعيبه شويه، ما غاديش، ولكن انا تاقلمت مع هذه المعاناه اللي عشتها 5 سنين صافي ولفتها. معاناه هو انك انت كتعاني، تترك ترتاح بحالك بحال عباد الله، تنعس. والله سبحانه وتعالى دابا كنستعمل ادويه عطاو لي الاطباء، ولكن هذيك الادويه سبحان الله العظيم جميع الادويه عطاو لي الطبيبه ما نعستنيش، عطاوني جميع اسماء ديال الادويه وما نعستنيش. دابا حاليا راه كنتبع واحد الدواء وراه باقي كنتبعو، ولكن ما كاين لا نعاس لا والو، كذب عليك الكاذب. الا نعست كاع تقريبا بحال غمضت عيني واحد ربع ساعه ولا نص ساعه كنغيب على الوجود وكنوض. انا الناس راه ما تنعسوش اصلا، دابا باقي حاليا ما تنعش. الابن ديالي مسكينه فاطمه، عندي واحد الابنه فاطمه هي عندها 6 سنوات، دابا راه شهرين تغيبت على المدرسه ديالها، ما مشاتش، عندها واحد المرض مسكين، كانت كضر المعده وسبب لها في واحد المرض سميتو جرثومه المعده، عندها جرثومه المعده مسكينه، راه هي دابا ضعافت وفهمتيني مريضه نفسيا وكل شيء، تعقدات شويه من هذا المرض هذا. وتنطلب من الله تعالى، راه حنا شرينا دابا حاليا الادويه، وتنطلبوا من الله سبحانه وتعالى، الله يشافيها ويعافيها ويشافي جميع المسلمين. وراه ما كيحسش بقيمه المرض اللي عنده شي ولد ولا بنت ولا شي واحد مريض ليه في الدار، هو اللي كيحس بهذه القيمه ديال المرض. والبنيه فاطمه مسكينه تنطلب من الله تعالى، الله يشافيها ليا ويعافيها ليا، ولله الحمد، هذا ابتلاء من الله تعالى. بالنسبه للمرض ديالي الحمد لله، انا دابا المرض ديالي ولا كيجيني عادي. علاش؟ كنت انا المرض ديالي ملي مشيت في الاول كنت كنعالج في الامراض العقليه في مراكش، باقي عندي الاوراق ديالها. من مراكش صيفطوني الامراض هنايا ديال ترونسيس بلونوشت، تعالجت فيه حتى هو، عطاوني ادويه اخرى ما نعستنيش. ومن بعد صيفطوني عند الدكتوره التاقيه، هي كاينه في حمام الفن، حتى هي الادويه ديالها كنستعملها وما نعستنيش. ودابا حاليا انا راه متبع دابا في بلونوشت، متبع طريطمو ديال الطبيبه، الاخت الطبيبه هي اللي متبع معايا الدواء، دابا عطينا واحد جوج طريطموت والحمد لله. راه واخا هكاك راه ما تنعش، وانا فرحان وكنتمنى من الله تعالى يدير لي شي حل باذن الله تعالى، كان شي علاج في شي دوله ولا خوتي في عند شي دوله في المغرب ولا خارج ارض المغرب، باش كان عندهم هذا العلاج يساعدوني انا فهمتيني. راه عندي اخوه ديالي في ايطاليا،
ما كرهتوش يكتب لي واحد التقرير حتى هو يدلي به للطبيب تما في الطاليان ويطلب لي انا ويجي يساعدني من اجل العلاج. مشى نتعالج ورجع لبلادي. انا راه تنحب البلاد ديالي المغرب. انا راه عاشت المغرب وعاشت محمد السادس نصره الله. ماشي درت هكا حيله باش نمشي نهرب خارج ارض الوطن. لا، انا كنبغي المغرب، انا باغي نبقى ساكن في بلادي حيت كنبغي بلادي حيت فيها وليداتي وفيها صحابي. انا ما كرهتش نتعالج خارج ارض الوطن، نتعالج ورجع لبلادي. كاين المساعده ديال الطبيب ديال الخويا ان شاء الله راه في ايطاليا يكتب واحد التقرير، ما كرهتوش هو يكتب واحد التقرير ويعرضو على الطبيب ويقول لي الحاله النفسيه ديالي ويعطي الادويه ديالي ويشوف كل شيء ويا ترى نمشي نتعالج عند خويا في ايطاليا محمد. الحمد لله. هو حقيقه الاخ انا نهضر معك بكل صراحه، هو انا بالنسبه للمواطنين الله يكون في حسن عوانهم مساكن على حساب هذوك الخلاص اللي كيتخلصوا فهمتيني، وباش كياديو فهمتيني باش يشريو المعيشه شويه غاليه عندنا في البلاد ما نكذبوش على الله. ولكن انا بالنسبه لي كشخص انا ما نكذبش عليك اخويا، انا ما كنستمر مع الحياه، كان خاصني شحال من حاجه وحاجه وش حاجه، ولكن انا ما تنقدرش نسعى ولا تنقول للناس يعطيوني يعاونوني. انا تعطيني الله سبحانه وتعالى ما نكذبش عليك، خارج باش نتوكل على الله تعالى وكنخدم. وش حاجه اللي حققها لي الله راه ناخذها، اللي ما حققهاش لي الله راه كنعيش انا والزوجه ديالي. الا كان عندي راه تنعيش انا وياه مزيانين، ما كانش عندي راه كناكلوا خبيز واتاي واللي قسم الله راه تنعيشوا. وتنطلب من الله سبحانه وتعالى الناس كبار يدخلوا في هذه البلاد هذه، راه كاين صراحه عندنا الخير موجود في البلاد. انا راه 28 عام ولا في المارشي، راه عندنا الخير بزاف فايد. خاص الشيء ديال الديسير وديال الخضر خصو يكون الحمد لله شويه في متوانه من الجميع، لان عندنا الخير فايد. هادشي راه معروف علينا في المغرب، راه كديسير اللي في المغرب والخضره اللي في المغرب راه ما كاين حتى في دوله في العالم. وكنشوفوا حنا دول العالم كياخذوا الخضره رخص منا حنا اللي ديالنا. هذا راه ليس معقول. جلاله الملك محمد السادس نصره الله راه موفرنا الخيرات. انا تنقول الحقيقه جلاله الملك موفرنا الخيرات وموفر الخير جميع الشعب المغاربه والعالم. سيدنا كيعطينا على برا وهنا فهمتيني، سيدنا كيعطينا هنا في بلادنا وداك الشيء راه ما بينش. خاص جلاله الملك محمد السادس يبحث في هذا الشيء، لانك انت موفرنا الخيرات الحمد لله جلاله الملك. خاص الشعب المغربي يعيش بخير ولا خير، ولكن هذه الخيرات ديالنا سيدنا فين كتمشي الله اعلم. خاصك دير بحث شامل، لان عندنا الخير في بلادنا جلاله الملك. ما كايناش شي دوله في العالم عندها الليمون بحالنا، التفاح بحالنا، البنان بحالنا، بطيشه بحالنا، بصله بحالنا، اللحوم، الدجاج، عندنا الخيرات فايدين في فضل جلاله الملك محمد السادس. ولكن خصها تكون حساب محاسبه للناس هذا الشيء فين كيمشي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لا الحمد لله انا المرض ديالي ما خلقش لي مشكل. اول ما دار المرض ديالي يا صديقي خلاني كنعبر على شي تعبير فوق الخيال ديالي. وليت كنعبر على شي تعبير فوق الخيال ديالي الحمد لله. وهذا التعبير هذا ماشي خطير ولا شي حاجه، تعبير سبحان الله العظيم مفرح ليا وباش كنضيع الوقت ديالي. وليت كنعبر لدرجه انني وليت باغي نالف شي كتاب انا كاع فهمتيني، كنحكي لك الحياه والحياه اليوميه. الحمد لله انا خويا مع المرض ديالي ربي تعالى فهمتيني مامن بسيدي ربي تعالى وراضي بحكم ديال الله تعالى تيدير لي الله حتى هو ديال الخير. انا ما طالعش لي الدم من جهه الله، ربي تعالى هو اللي ابتلاني هو اللي غادي يشافيني هو الله تعالى. وشكرا. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.